كمان أصول الفقه معناه هو أدلة الفقه وقواعد الفقه وراني ما تقول كذا. والقرط وشذنا منه أصول الفقه لغة كذا. هل كان شيء كذا يعني حالة فائدة أصول الفقه. دين لا برتق حالة فائدة. وغير والقرط ضنقة منه أصول الفقه لغة دلية هي معرفة كيفية اقتباس الأحكام أحكامها وصوبحيت إذا قاب كذا إلا قرطوي. وصدق هذا أتقول سوق هذا طي استلاح لفت كروي معناه أصول هالمودي صدق لي فيه كل وإلا بتبال كيفية الاستلاح قاف اللود اللي شدوه والدلالات الألفاظك والدلالات الألفاظك إن قاف اللود اللي شدوه برضو أو كتاب في السنة الله غصب برضو يا إذا بس كان هاي وحويان وتحلل الليل اللي باصم فيه رجاديو أي فسرين وذي رجاديو كل شيء كذي جنوا وحويان نال أطلب بلانا waxa weeyaan aan habeenki lagu soo karin ah waxa la yiri waxa weeyaan adduwari waqa ka hadduu ka dhig waayay saanta saxdiga kabeeda qaaday waxa la nin fulayay weey ma fulay ma ka dhuwaa nin ka dhig waayay bariid cali uga difaac ma ila saxdiga ka dhaqay meesh quraanka juska amuu markaa yaqaan xogaa quraan uu yaqaan waan aqli badan ka fiiri oo yiri balak fugu dhaal bal soo rasi libaas libaas leey fiiri ma shay ilaahay yiri wajcala layla libaas فاجا الى هيري ورغاس تروري لا هي ما دير قه وحي ما دير الى هي لي هي دغه يا ريده لا قدي ها وايد معنيد يا وجعل الليله لباسه فقال كل ما كتوي استلال فيري فاك لو غه قارك دم جيسك يا دروو قارك دم يري ما لو اسكو صحا ما لو اسكو سيدي لباس لباسي الصومالي و كدغ قرانك ها وجعل الليله لباسا معنا كلا اي قال له وحي قال له استوي هبنك و نقدي فاسي قال له هبنك و نقدي قال له عاد إلهي بعدك كو أسطوري سوما جيدي أسمى وقيل لسكو سهيو كده مركا مركا زي تركا ما بهدي إلهي ساسي هم اسكا فريسا سوان قب قبين سلام تركا قنعر مركا ساس الديرة وحالة ربا آيادة قابك وحلوغا قادان إنو طريق صحا نغضو والدلالات الفاق اللي فهم مركا كو فإذا الوحي كيف معرفة كيفية اقتباس الأحكام أحكام تلسو بحيدة دقار كده إلا قبطو لابو والأدلة ومعرفة الأدلة أدلة إلا قبطو والأدلة ومعرفة الأدلة محا دليل ولا دليل شكرا محا أنسى لدليل شكرا وإلا قبطا صدع وحال المقتبس ومعرفة حال المقتبس متك لصو بحي حرمك حال كيس إلا قبطو ومجتهد كي صدع راسنا وشيدة يا غرب كاللغالي ويفاني غان برشديس شارحه الكاس و هو كدغاي شارحه الكاس و هو كدغاي فوائديس واخ كاميد فوائديس واخ كاميد فوائديس واخ كاميد و هو يري فوائديس صدح شيء كاميد معرفه ان الشريعه الاسلاميه صارحه لكل زمان ومكان ان هرت كل لعباده شريعه الاسلام كان يصبط وقت كسته ومكان كسته وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادثه على مر الأصول. إيه إن الشريعة أوده إن يحور القصه ما يحور السيره وقت كسته صاع أسبوعنا صوت لعدين كأدون ككدعة وقت يالك صعدة دمنته وقت كسته وحي أصوب أدون ككدعة وعويان خلاص حورنا الشريعة السينة. لكن وين يجوا قف كي حور كشريعة كسر صار له لا هذا من قف كهذا السيره وين يجوا مكان ولذا سأتي رابط الله أكيدا كتبا وين أفر مجال سادح مجال حكم النوازي حكم النوازي لساس وكتب سوربتو كالي أدونك الله حتى كسو أسبوعنا بحكم كودا بيال تلفون قرآن كنتم أي مسؤول ملايك قلي كرأوا قبل الله ها ما قرأتك تلفون قبر من القول نكاحي كرأ هلا أدين مياه قبر يقرر بها وكو نكاحي واقبنا ما بيع كرأ عاصمان صحي حكم ليسيني حكم ليسيني وكستاء أدونك كسو أسبوعنا حكم شرعي على سينا آيات الحديث أنا لودر شنا سوما جديد آيات الحديث هي إجماع هي قياس الله صارا نير على جنجالينا مركب طاس لبرت سوما جديد لابو بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه إن لا ضبطيه فيري إن لا ضبطيه فتوى واحد قارك الله يقف في المسكت شوابين هي إلا عدا يقف في شواب شروط دولية وقفوا البابا شرعه وسيسكرتهم إلا واحد نبي شرعه لبا لغو إلى عليها حفظ الأدلة وحفظ الاستدلال لبا لعصى لغو إلى عليها الدلة إلا حفظه وحيكو حفظ ستافاني مصالح حديثك إلا قرآنك وحفظين لكن حديثك ضعيف يا موضوع على جده بروحي وحا لغو إلى عليها مصالح حديثك
كانوا ما سوغنا ما بقى كما سوغنا كانوا نوع كالسوغين وإلعلمتي دليل ما حا استدلال كنا فنقنا وإلعلم سوفيقيا وقفك مركو أما آيات دي وأخري ما حديث سوغان وأخري لكن وحود دريشان وحسن كهدلي فنقنا وإلعلمها وحلالي الدليل كآب أخري دي معنوه كهدلا ومعنها وحا إيكا لكي يقف وصول يقف مركا الشرع على الغلاصة وحفتية والدليل كل إلعلي والله كلا سارة وحوان ضعيف وصحيح إيوه استدلال الله العلي خلاص دينك وإلى شام مركا الغلاص لها مركا هو إن لا الضبط صبح ضبط قواعد الحوار والمناظرة ضبط ينقاشك إن قواعد ذلك الضبط وقفك ما لماذا قف مركا للدورة هذه مسألة النتيجة اللي جارة للرابو قفك وحا اللقوقة بكرة وفنك مركو دريشي اللي رتاعت الدليل بمعها أثبت العشرة منقش ما كورته كان سرير أتكذب حركتي حد حرب سرير مركو ما طالع دليل كان أتكذب دريشتي كان الدليل لما يجري هذه مركو الدليل كان لا أدو وتشو بسدلال قلتنا ليرى المايا اللفت وحويان أمها سطوسة أما هو عام أما هو خاء أما هو مطلق قد أدنوت قيدي ده وحوي إن قا كسلوات ضبطي هو ذيك الحوار فوق نقرأ قفت تيسة قفوق كوكا قيل بيريه نقرأ مركا قوائد كان كاس أياكم وذلك ثلاثة أبواب وذلك أصول فقه ثلاثة أبواب صدح باب أهار أصول فقه هو صدح باب خلاص تركنا صدح أسباب مرحبا نريد أفر أهاية كيكا الأول كيكا لو يسلح قرشي وإذن بيح قليل الأدلة إيو دلالات الألفاظ وإسكو باب قدر خلاص وإذن أول مريد أخوين التصور الإجمالي للأحكام الشعيرة مثل كوب الله بيو وذلك أصول فقه قاسل ثلاثة أبواب صدح باب النور باب كوه الرأيو التصور الإجمالي للأحكام الشرعية باب كوه الأدلة يو الدلالة والأرفان باب كوه ضم مجتهد التقليد باب الاجتهاد والتقليد صدح لأصوية الباب الأول باب كوه الرأيو في حكم حكم كيوها يو اللوازين وحيالها اللازمي حكم كي اللوازين تيسا اللوازين تيوح الولاد شهداء أركان الحكم أركان الحكم أربع حكم كأركان تيس وأفر شرع فيري شرح فيه واللوازم المراد باللوازم وحل لوجهه اللوازم تاركانه وحكم كاركان تيس وهي ثلاثه وصدح من افراد القدر الدونه الحاكم مثل حكميه والمحكوم فيه شيء لا حكمنا والمحكوم عليه كحكم الحكمنا فالحاكم هو الله تعالى حاكمك هو الله حاكمك هو الله والمحكوم فيه افعال المكلفين كان وحوضو حكمين أنا وأفعاش مكلفين تا أفعاش أنا محل ولا كذا هنري أربعة أفر شيء لو كذا في عرفي الشوارحنا قولك نيدي يتركي إن تصل حكمنا ومثل حكمنا والمحكوم عليه كان وحوضو دل حكمين أنا وحويا هو الإنسان المكلف وإنسان كمكلف كا مكلف لحاله هذا البالغ العاقل قصه الباب الأول باب كوه الرأي في الحكم حكم كيو هذا يو اللوازين مارك فيري وحن كدر نصد حصح الوطر حكم كلفت الكيس هذا حلال وهذا حرام مارك أفر هو ينوصه بحي الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه والحكم أفر تاسر ابنه ونغضبه الحكم حكم كي قيل وحالي فيه في تعريف لكي حدي سحدود وحوين مارك يرى حكم هالكي تعريف بابا الوقيح تعريف بابا أي الوقيح حكم مركا لقيحي حق اللقاهان والمنع فرط حقوق والديرت ومركا لليلة قضاء الله في مسألة كذا كذا مسألة لساس إلهي كحقوية معنيه رساس واجب كأنه سكرنا والديره إلا إلهي سيح الضوء حقوية سلاس إلا رعا واجب مركا لقطا الحكم ومحي المنع والقضاء لا رأس معنيه كل أعضاء استلاح الحكم استلاح هو حلا لقطا ومحي المنع والقضاء وديرد يا حكمي لبدا سالي لهذا وكان بيتي واحد من جرير كان ابني حنيفه تحكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب غير بنو حنيفه ما انقارتي نعشدوا وحوين احكم احكموا واحكم هذه لك كانوا رباعي ما كان واحد يسكن نقول كرتين زيت قد سفهرين ما انقارتي منعيك نعشدوا ومنعي مكة احكموا سفهاءكم وحويان ما انقابتي نعشدوي وكم من عيادك اللي كحد قبان حالا اني اخاف عليكم ان اقضب وحن كعب بقي ان الانين عريوذو وعريوذو نكون عدولي
وأهل كبه الحكم خذن كقيل وحل فيه في تحريف الحدود أسلمها كان قلنا بتجلية بضان حتى قلنا بتجلية بضان من النقد البرين يوال الضرار إسبران بريدنا كان بتجلية بضان أن الحكم قضاء الشارع وشارع حكم التيسة على المعلوم الشيء لقبته حكميه بأمر ما أرهن أرهن هذا كاملاً أكو حكميه نطقا مكيتي نطقا حقا طواقا أو حكميه أو استنباطا أما حقا لصبحت وحاول حدود بضانا الوحدية لكن كان يقول نبدلية بضان حقا نقد وكان نردق علي إيه إدراك حتى وحالي وحال ربا أن يكون جامعا مانعا أن يكون جامعا لأفراد المحدود شيء اللي حدينا يأفراد سوين صور الجلع حدوث المركة أيسن سوور الجلين أو أفراد اللي حدينا يأوصن شاملين ينحكوا وحالي رأى إضرابة كتيرة حالي جامعا إضرابة كتيرة ومثلا هديلو يرى حيوان كي حلوين بالحدي حيوان مركة أساطر الحيوان هو الناطق حيوان هو متك هذا الله حلو لي إضرابة كتيرة حدك حتى كانوا جانع معه صوت حيوان كأنه هذا إنسان كهذا صوما قال هذا ما الله ده هذا ما ضمير كله حيوان كنا كمدي على حد كانوا ناقص إدراكه كتير الأولين وعلى رأي أن يكون الحد جامعا مانعا مانع نوامح من دخول غير المحدود شيء اللي حدينا غير كيس ويمسسوكني هذي حد كأشياء وكل ما يبكيل حدينا غير كيس وعلى الأولين مانع ما نقدي أنا كتير نقد المركة ومركة أوصن مانعين مثلا واحد يقول إنسان حقيقي لي مركة أساطري بأنه حيوان إنسان هو حيوان هل يقول هذا مانع مانع حيوان إنسان كوية لكن واحد كلا سوء جلع وحيوان ما كله موبا سيد حاله أوكال دميركي أوكال فردي أوكال مركة نقد يا كتير مركة حد كنا وقال هذا إنه الله رأس كما رد قاله إدراب يا نقد الله رأس كما رد قاله إدراب أو أه حد كن قوة يا جامع يا نقد أو أه حد كن قوة يا مانع مركة حتى أقول نبت قليا بضانا وكان نبت قلا نقد إدرابك أنه حضر قضاء الشارع وشارع حكم تيس على المعلوم الشيء اللي قرطه الحكمية وحيرا دين أعمل عاموية وشيء وعامسا انت عام وحويان على المعلوم معلوم وحو اللي قرطه وحاس اللي قرطه وح موجود هذا وحد أن موجود هذا يجب لغير الدونة مكلفين تهدى وحا هو مكلف دبك النقاط دونة السقيقة يبدأ كوالا كل اللي قد يسوق لي على المعلوم شيء شارع خلصي بأمر ما أرن ماذا كم ذا كحكمية بأمر ما حلوة كده وحكم منا واجب أما وحكم منا مندوب أما وحكم منا حرام أما وحكم منا كراهة أما وحكم منا إباحة أما وحكم منا شرط نمو أما سبب نمو أما علم نمو أما ما نمو وهي سؤال يحكم كي شرعها أو تكليف فيها يحكم كي شرعها وطعها لا بد من سؤال بأمر ما راس إسقلي كده وحيو يهي إنو كحكمي شارع شيء إنو كحكمي شيء قال سو كحكمي لا وكنا قال واجب مندوب حرام كراهة مباح وكنا قال سبب علو مانع شرد إنت وانا قال كاسا لدى حكم نطقا من شيء نطق إنو حكمي أو استنباطا أنا حقا استنباط يلا صبحت حالا لك إذا أحكامتا وحو ينقابك اللغة قاطه وحو ينقابك شارعة لما رأس أقل خمطة إنه يحكمك ممضوح وهذا أقيم الصلاة صلاة دوية النبي هذا النطق دواقع كتوست دواقع كتوست وحوين وحلانا والدك إن لقرع حاران وي محايلة الله وقل فلا تقول اللهم أف هكودي والدك أف أفنا إلا اللهم إنا والإيذاء ما دام أف لديدي بردقوا من باب الأولى إلا ديدي واستنباط فلا تقول اللهم أفنا كسو صارين مركا وحو حكم كإلهي كسي أقيم صلاة صلاة واجب لما يدى نطقا وحويا تحريم ضرب الوالدين حكم كإلهي كسي استنباط استنباط مركا لما رأسب حكم كيوي والحاكم متى وحكم ياه والله هو الله سبحانه إلهي بان نقصان يعبت الفوبي لا حاكم مدوى حكمية موجود معهان سواه أو الله كالصهر الله حاكم إبكال أو شرع إنا يدتشيرو حقل هم تشيرتو أنا هو حلاليرو أنا هو حرمتو مجيرتو إن الحكم إلا لله حكمكو ما سبنان الله نوية إبكال وما سبنان والله يحكم لا معقب الحكمه إلا يسألوا حكمية إبكال دبتة يكرتان مجيرتو
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.